لك يا نجيب. هلا عم خد كمان بيض؟ ايه بس اليوم عملوا بطريقة مختلفة وفي معه شوية منوعات. وهي منوعات اعدادها مختلفة؟ لك الاعداد شو؟ تفضل بيك. لحظة. شرع. هات شوف. شو البيضة؟ شلون؟ ايوه. لا عن جد طيبين. صاير خبير بالبيض. يا اخي الحاجة ام الاختراع، على فكرة انا عندي خمس طرق لقليل البيض. خمس طرق؟ لي لك كمان بيضتين؟ لا لا يسلموا، انا ما جوعان بس حبيت شاركك. صحتين وانا ابو الخل ابو الخل الله يخليك، شو صار بالموضوع اللي حكينا فيه ولا نسيتني؟ لا لا معقول ننسى، اليوم حكيت مع الانسه منى. ايه مين الانسه منى؟ يا اخي بعد هي شوي مديرة التنظيم العلاقات بالشركة. ايه وشو قالت؟ بدها تحكي مع المدير وتدري لي خبر. يعني برايك المدير بيقبل؟ ايه ان شاء الله خير، لا تاكل هم، تغفل.